مشاهدينا أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج في العمق، تأتيكم هذه المرة من القاهرة. سنحاول في هذه الحلقة التعرف على المشهد الاقتصادي في مصر بعد مرور نحو عام كامل على قيام الثورة، وأيضا بعد اتضاح أو شبه اتضاح الصورة السياسية في مصر بانتخاب مجلس الشعب. هذا المجلس تهيمن عليه القوى الإسلامية وبالتحديد حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين. سنتعرف على وجهة نظرهم في أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر خلال هذه المرحلة الانتقالية. ودعوني أرحب بضيفي في هذه الحلقة، السيد أشرف بدر الدين، عضو مجلس الشعب المنتخب، وهو أيضا عضو الهيئة العليا بحزب الحرية والعدالة. سيد أشرف، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة من برنامج في العمق. أهلا بك وتحياتي لك وللسادة المشاهدين. مبروك العودة لمجلس الشعب مرة ثانية في المجلس ولكن بدون الحزب الوطني. والله احنا بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نهنئ الشعب المصري بهذه الثورة المباركة ومرور عام عليها، كما نحيي أرواح الشهداء والمصابين الذين لولاهم بعد فضل الله سبحانه وتعالى ما كانت هذه الثورة وما تحقق هذا الإنجاز. ثم نحن الآن نحتاج إلى من يدعو لنا أن نكون عند حسن ظن الشعب، وأن هناك يعني الأقدر على حمل الأمانة وأداء الرسالة المنوطة بنا في المرحلة القادمة. قبل أن أخذ معك في الحديث بالتفصيل عن عدد كبير من الملفات الاقتصادية الهامة والمطروحة الآن على الساحة، دعني أبدأ معك بالحدث الأبرز خلال هذه الأيام، وهو زيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى مصر والمحادثات التي تجري بين الحكومة وبين الصندوق لاقتراض 3 مليارات أو أكثر من 3 مليارات دولار. هل تتفقون مع مساعي الحكومة لاقتراض هذا المبلغ؟ الحقيقة احنا طلب منا رأينا، يبدأ رأينا في هذا الموضوع، وإحنا يعني بصراحة قلنا أن احنا الاقتراض من حيث المبدأ لا مانع، ولكن لابد أن نسأل عدة أسئلة قبل اللجوء إلى هذا الاختيار. أولا، حقيقة الوضع المالي المصري غير واضح، واحنا بما اننا كنا يعني حتى الامس القريب في صفوف المعارضه، ومع عدم شفافيه ومع تضارب في الارقام الرسميه ومع تشابك في الوضع المالي بين الهيئات والوزارات المختلفه، فحقيقه الوضع الاقتصادي وحقيقه الوضع الماليه العامه في مصر غير واضح. فحينما تكون لدينا معلومات كافيه ورؤيه واضحه للموقف المالي نستطيع ان نحدد. الامر الثاني، ان يعني اخر الدواء الكي، هناك بدائل من وجهه نظرنا يمكن ان نلجا اليها قبل اللجوء للاقتراض. فهل هذه البدائل سواء من حيث زياده موارد الدوله، خفض النفقات، اعاده النظر في مواقف الهيئات الاقتصاديه من الموازنه العامه للدوله، محاربه الفساد وغيرها من، يعني انا سنتحدث يعني عن كل هذه الملفات بالتفصيل، ولكن يعني الان المفاوضات تجري بالفعل وقد يكون او قد ينجم عنها اتفاق على الحصول على قرض، وبالتالي لابد ان يكون هناك موقف واضح من جماعه الاخوان المسلمين اذا عمليه الاقتراض. لابد ان تتضح لدينا الصوره والرؤيه، لا يمكن ان نعطي رايا دون ان يكون لدينا معلومات عن حقيقه الوضع المالي في مصر ولا ما هي البدائل المتاحة. طب يعني الآن الحكومة أعلنت عن عدد من المؤشرات الاقتصادية، عجز الموازنة، الإيرادات وتراجع في الإيرادات كبير خلال الأشهر الماضية، يعني أليست كل هذه الأرقام كافية لديكم لتكوين صورة واضحة عن شكل الاقتصاد المصري وبالتالي مدى الحاجة للاقتراض من صندوق النقد الدولي؟ احنا طرحنا في برنامجنا الانتخابي وبرنامجنا الحزبي 21 اقتراح لزيادة الموارد العامة للدولة. بعيد عن الاقتراض. من بين هذه الاقتراحات ضم حصيلة الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة. أنا تقدمت باستجواب بهذا الخصوص في شهر مارس 2010 منذ عامين، وحتى الآن لم يخرج مسؤول واحد على أي مستوى ليخبرنا عن عدد هذه الصناديق أو حجم الأموال الموجود فيها. هو كل ما يقال عن هذه الصناديق أن الأموال التي فيها ليست كما يقال بأنها بتريليون أو بس كام، محدش راضي يقول لنا كام، محدش راضي يحدد دلوقتي على أي مستوى يقول لنا الصناديق دي فيها كام. الأمر الآخر، أنت تطلب ضمها للموازنة؟ طبعا ضم هذه حصيلة هذه الصناديق للموازنة، وده قد يكون أكبر بكثير من المبلغ الحكومة اتجهت لاقتراضه. الأمر الآخر ما يتعلق باتفاقات تصدير الغاز. الغاز المصري الآن يصدر إلى فرنسا، أمريكا، إنجلترا، أسبانيا، إسرائيل، إضافة إلى الأردن كدولة عربية. العقد الوحيد اللي نجحت الحكومة في تعديله بعد الثورة هو عقد الأردن اللي ارتفع فيه سعر المليون وحدة حرارية إلى 5 دولار، بينما باقي العقود حسب ما يقال بنتكلم في 75 سنت دولار الا ربع او دولار ونص. وقيل ايضا انه يجري تعديل هذه العقود. عقد واحد من هذه العقود تعديله
سيعطينا عائد أكبر بكثير من المبلغ اللي الحكومة الآن بتتفاوض بشأن اقتراضه من صندوق النقد الدولي. فكيف يكون أمامي هذه البدائل ثم ألجأ إلى الاقتراض؟ أي واحد قبل ما بيستلف بيشوف في جيبه كام الأول وبعدين يحدد هيستلف كام. إحنا مش عارفين في جيبنا كام. يعني أنتم كقوة الآن في البرلمان، هل ستكون موافقة البرلمان وبالتالي موافقة حزب الحرية والعدالة على أي قرض تحصل عليه مصر أساسية للحصول على هذا القرض؟ ده شيء طبيعي، ده احد مهام هذا البرلمان. هذا نتحدث عن قرض صندوق النقد الدولي. لا، احد مهام البرلمان التصديق على الاتفاقات الدوليه ومنها القروض التي تقوم مصر باقتراضها من اي جهه او خارجيه. طيب بصرف النظر عن مدى حاجه الاقتصاد المصري الى الاقتراض من صندوق النقد، هناك من يؤكد بان مجرد موافقه الصندوق على منح مصر هذا القرض يعتبر شهاده ضمان للاقتصاد المصري ولسمعه الاقتصاد المصري. احنا مؤمنين بمتانة وضع الاقتصاد المصري وامكانات مصر الواعدة التي ستجعلها في حالة حسن استثمارها في فترة نتوقع من 5 إلى 10 سنوات من اكبر 20 اقتصاد في العالم. فهذا رد يعني عملي على من يشككون في قدرة الاقتصاد المصري ووضعه، شهادة من صندوق النقد الدولي. هناك تقرير صادر ايضا من شهر عن مؤسسة مالية دولية كبرى قالت ان مصر في هذا العام ستكون واحدة من اكبر 4 اقتصادات في معدلات النمو في العالم. هناك تقارير اخرى بتتحدث عن ان مصر في المرحلة القادمة ستكون من اعلى معدلات النمو التجاري في العالم خلال السنوات القليلة القادمة ايضا. فاحنا مطمئنين الى يعني امكانات وموارد مصر الهائلة ان شاء الله. كيف تنظرون الى مناخ الاستثمار في مصر وامكانية أن تجذب مصر استثمارات جديدة، يعني تحسين هذا المناخ لجذب استثمارات، وأنت تعلم أن الاستثمار الأجنبي يمثل جزء كبير من الاقتصاد المصري ويعتمد على الاقتصاد في توظيف الشباب وحل مشكلة البطالة؟ احنا نؤمن بأن مصر بلد واعد في فرص استثمار هائلة. احنا بلد فيه أكثر من 85 مليون نسمة، بلد يحيط جوار إفريقي بحاجة ماسة إلى كل المنتجات التي يمكن تصنيعها في هذا الوطن. عندنا خبرات وأيدي عاملة، عندنا مزايا نسبية كثيرة، وبالتالي كل هذه مزايا تشجع أي مستثمر على أنه يوظف أمواله في مصر. عندنا مشروعات قومية كبيرة سواء في كل المجالات، مية، كهرباء، صرف صحي، طرق، كباري، مستشفيات، مدارس. فكل هذه فرص استثمار واعدة لأي مستثمر سواء من الداخل أو من الخارج. وبالتالي نحن مؤمنون أن الفترة القادمة إن شاء الله وفي ظل استقرار الأوضاع أمنيا وسياسيا خلال المرحلة والانتهاء من المرحلة الانتقالية في الموعد المحدد لها، سيكون هذا أكبر حافز لجذب مدخرات سواء محلية أو استثمارات أجنبية مباشرة إن شاء الله في كافة المجالات. ولكن الملاحظ منذ تولي حكومة الدكتور الجنزوري أن هناك يعني خطين تسير عليهما الحكومة، الأول الاقتراض والتوجه للاقتراض من صندوق النقد الدولي، والثاني هو السعي للحصول على مساعدات من الدول العربية ومن الولايات المتحدة. ودكتور الجنزوري قالها صراحة، يعني كافة الدول أدارت ظهرها لمصر خلال الآونة الأخيرة بعد أن تعهدت. كيف تنظرون إلى مسار المساعدات المرتقب وصولها من الدول العربية أو حتى من الولايات المتحدة؟ أعتقد أن مصر يعني دولة لديها من الإمكانات والموارد ما يجعلها تعطي مساعدات ولا تحصل على مساعدات إن شاء الله. أنتم لا ترحبون بأي مساعدات؟ لا نرحب، يعني إحنا من يريد أن يمد يد العون لنا سواء بقروض غير مشروطة ويعني بدون فوائد أو مساعدات سواء في شكل منح أو قروض يعني طويلة الأجل وبمزايا يعني جيدة، نحن نرحب طبعا. ماذا عن التهديد المستمر من الولايات المتحدة بقطع المساعدات عن مصر؟ المساعدات الأمريكية لمصر في الحقيقة يعني على مدار تاريخها كانت سلبية بالنسبة للاقتصاد المصري أو بالنسبة للعائد منها. مشروطة تعني؟ كانت مشروطة طبعا، المنح لم تكن منحا يعني في حقيقة الأمر، ولكن كانت دائما مرتبطة بشروط. هذه المساعدات يعني كان لها تأثير كبير على مواقفنا السياسية وأخذت الكثير من سيادتنا الوطنية. هذه المساعدات كانت مشروطة بتنفيذ أجندة سواء فيما يتعلق باتفاقات دولية نوقع عليها، في مشروعات قوانين نصدرها، في بيع القطاع العام كشرط من هذه الشروط، استخدام حصيلة البيع في سداد الديون وليس في استثمارات جديدة. هذه المنح كانت توجه لما يخدم أهداف الجهة المانحة وليس الأولويات
المشروع الوطني، وبالتالي هذه المنح والمساعدات أضرت أكثر مما نفعت، فضلا أن هذه المساعدات الآن يعني تخلصت إلى حد كبير، يعني إحنا بنتكلم في 100 مليون أو 200 مليون تقريبا. هل تتفق مع وجهة النظر خلاف المساعدات العسكرية؟ يعني المساعدات الاقتصادية تخلصت الآن إلى حد كبير جدا، وأظن أن مصر تستطيع الاستغناء عنها. هناك وجهة نظر تقول بأن الولايات المتحدة ضغطت على الدول العربية لتأجيل تقديم مساعدات لمصر. احنا بلا شك الثورة المصرية بتتعرض لضغوط لعدم استكمال مسيرتها وتحقيق أهدافها من خلال مثلث متمثل في قوى خارجية، أمريكا على سبيل المثال، إسرائيل، بعض الدول الأوروبية، قوى إقليمية لا تريد لمصر أن تعود لمكانتها وريادتها وقيادتها للمنطقة، وقوى داخلية مرتبطة بمصالح هؤلاء أو مرتبطة بالنظام الدائم. طيب الآن رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري قال إنه بدأ بالفعل خطة لترشيد الإنفاق بنحو 20 أو 23 مليار جنيه، هل تعتقد أن هذه الخطة التقشفية قد تكون كافية أم أننا سنظل بحاجة إلى مزيد من الإجراءات التقشفية؟ بلا شك التقشف أمر محمود، ولكن ما هي القطاعات التي سيتم تقشيفها؟ يعني هذه الإجراءات فيها على سبيل المثال خفض الإنفاق في الاستثمارات العامة، ده أمر إحنا مطلوب زيادته لأن في عجز شديد في الخدمات، وبالتالي المواطن المصري يحتاج إلى تحسن في الخدمات الصحية، الخدمات التعليمية، خدمات النقل والمواصلات، الإسكان، الطرق وغيرها، وبالتالي هذا يحتاج إلى زيادة الإنفاق وليس خفض الإنفاق. قد يكون هناك شيء إيجابي أن يتم خفض الدعم من خلال زيادة أسعار الطاقة للصناعات كثيفة استخدام الطاقة، هناك ترشيد في يعني باب شراء السلع والخدمات، الباب الثاني ده محتاج زيادة وليس محتاج يعني، لأن مخصصات الصيانة في هذا الباب متدنية إلى حد بعيد، وإحنا شايفين هذا التدهور الكبير في المنشآت العامة والآلات والمعدات، وبالتالي هذا يعني الباب يحتاج إلى زيادة وليس إلى خفض. قد تكون في بعض البنود ترشيد دعم الصادرات وغيرها، دي أمور محمودة، فالترشيد في بعض الجوانب جيد، ولكن الترشيد في أمور أخرى غير مطلوب بل قد يدور في هذه المرحلة. طيب الآن الحديث عن كيفية تطوير أداء الاقتصاد المصري وأيضا كيفية تحسين مستوى معيشة المواطنين، يعني الآن بعد مرور نحو عام كامل على الثورة لا يزال المواطن المصري لم يشعر حتى هذه اللحظة بتحسن في حياته المعيشية، ما هو برنامج حزب الحرية والعدالة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وأيضا تطوير أداء الاقتصاد المصري؟ ولكن دعني أسمع منك الإجابة على هذا السؤال بعد الفاصل. مشاهدينا نذهب لنا إلى فاصل وبعده نواصل هذه الحلقة من برنامج في العمق، فاصل ونعود.